طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. نسيب الشات شوية. النهاردة إن شاء الله المحاضرة رقم 7، ومحاضرة النهاردة هنكمل في، هيبقى فيها يعني جزئين كده. هنكمل في الجزء اللي كنا بنتكلم فيه how to select KPIs. كنا وصلنا لمرحلة معينة إن إحنا عملنا برين ستورمنج او عصف ذهني وورشه عمل اشتغلنا فيها مع الناس لغايه ما خرجنا بمجموعه من الايه الكي بي ايز او مؤشرات الاداء الرئيسيه. هتكلم عن، كنا اتكلمنا في الخطوات عن مصادر، عن المصادر هديكم كده مثال عملي نبدا مع بعض. اتفضل هندسه. منصح احمد معايا؟ تمام. طبعا احنا كان في قلنا ان عندنا 3 خطوات. الخطوه الاولى ان احنا مرحله ما قبل اختيار مؤشر الاداء الرئيسي، ثم مرحله الفاسيليتيشن يعني اللي هو التنفيذ وان احنا بنعمل ورشه عمل، ثم مرحله الايه الفولو اب او متابعه الاختيار. احنا كنا واقفين في موضوع الفاسيليتيشن وخلصنا من نقطه مهمه الا وهي هي نقطه ان انا عملت ورشه عمل وخرجت مجموعه من المؤشرات واستخدمت مجموعه من الادوات. طيب هنا كنت عايز بس اضرب مثال كده بموضوع المصادر، واضرب مثال عشان الناس بس تفهم ايه المصادر اللي انا عايز اعمل كي بي ايز للمؤسسه بتاعتي شركتي. هضرب مثال كده في وزاره الكهرباء، في محطات وزاره الكهرباء. لو انا عايز اعمل مؤشرات الاداء لمحطات كهرباء، وزي المثال ده هتلاقي شبهه بالظبط في اماكن اخرى. تعال كده نبدا. طيب لو انا النهارده هتكلم في وزاره الكهرباء او محطات التوليد الكهربائي، يا ترى ايه مصادر الاختيار لمؤشرات التوليد؟ احنا كنا قلناها كده المره اللي فاتت، كانوا 7 مصادر. فال7 مصادر هناخد نحاول نمثلهم اكتر علشان الناس تكون فاهمه. اول منطقه هتكون مجموعه من المتخصصين، يعني مثلا هتضم مهندسين بادارات التقارير. ادارات التقارير اللي هم الناس اللي بتشتغل في المكتب الاستراتيجي المؤسسه، او ادارات التقارير اللي موجودين دول طبيعي هيبقوا موجودين لان هم اساسا بيشتغلوا على موضوع الكي بي ايز وعلى موضوع الاوبجكتيفز وعلى موضوع التخطيط الاستراتيجي، فطبيعي جدا يكونوا موجودين معانا في فرش العمل بتاعتنا. هيكون موجود كمان مديرين التشغيل. طب ليه يا جماعه؟ ايه مديرين التشغيل او كمان ممكن يكون مديرين الصيانه؟ النهارده انا عايز احسب او هتكلم في الشركه بتاعتي او محطات الكهرباء بتاعتي، محتاج اعمل كي بي ايز للبروسيس، محتاج اعمل كي بي ايز للاوبجكتيفز. في اي بروسيس موجوده محتاجه ناس فاهمه ايه هي العمليات اللي موجوده. فهبدا محتاج يكون معايا مجموعه من مديري التشغيل. كمان محتاج ناس من مكتب استشاري. انا كوزاره كهرباء عندي مكتب استشاري. وزاره الكهرباء المصريه عندها مكتب استشاري قوي جدا او اشهر مكتب استشاري اللي هو اسمه بيجيسكو. يعني بس بضرب مثال. فهنا انت مره وعايز تشتغل هيبقى معاك مكتب استشاري عشان يقدر يظبط معاك، يكون دليل ليك عنده خبره اكتر في النقطه دي، فمهم جدا النقطه دي. طبعا من الشركات المصنعه، ايه فايده الشركات المصنعه للامر ده؟ ليه يقعدوا معايا؟ مين يقول؟ ليه الشركات المصنعه للتربينات الله يكرمك يا باشمهندس، ليه الشركات المصنعه تكون معايا؟ وافرادها يكونوا معايا في ورشه العمل دي. نكتب كده، ممكن تكتبه في الشات. تمام. داتا ماشي، المفروض مش تمام. ايه تاني؟ الشركات المصنعه للتربينة، الشركات المصنعة للغلاية، الشركات المصنعة للمولدات، الشركات المصنعة للأنظمة الكهربية، هيكون كل معاها كل الفاسيليتيشن، أسرار الديزاين بتاعتها، هيكون فيها المتطلبات الجديدة زي ما أنت بتقول، هيكونوا طبعا ستيك هولدرز معايا. ف بالظبط، أكثر دراية بالمعدات، أكثر دراية بالبروسيس، أكثر دراية بالميتال اللي أنت تشتغل عليها، أكثر دراية بدرجات الحرارة اللي أنت موجود على المولدات، العزل بتاعها. طبيعي جدا الناس دي لما هيكونوا موجودين معانا قطع غيار كمان، فكل ده هيبقى عندهم علم بحاجات كتير. فعلشان كده مواعيد تسليم مواد بالظبط كده، المواعيد بتاعتهم كمان هيبقى هنا، هيبقوا موجودين معايا في الورش العمل. كمان صلاحيات قطع الغيار، هيقعد معانا قد ايه،
المعده دي بتبوظ كل قد ايه، طب نعمل عمره كل كام عشان نبدا نشوف معدلات استهلاك الوقود في النوع ده من المحطات. يعني في محطات مثلا في البخاريه اسمها سوبر كريتيكال، دي ليها سيستم معين، في كومباين سايكل، في سيمبل سايكل. بالظبط كده، هي كلمه جميله، تكنيكال سبورت. الله ينور عليك، ده مختصار الكلام، ممتاز جدا. المطابقات الفنيه الطريقه الاصغر، كل شركه هتقدم افضل حلول عشان تساعد تحقيق المشروع. ممتاز. بدايه طبعا الشركات لايف تايم اوف ماتيريالز، ممتاز. الشركات كمان اصلا قبل ما بتسلمك بيبقى في حاجه اسمها البرفورمانس تيست، حتى اهو احنا بنتكلم في بيرفورمانس، فهو بيعمل لك اختبار تسليم، يقول لك يا باشا اهي انا مسلمها لك، بقول لك مثلا ان الوحده دي هتجيب لك كفاءه 40% كفاءه. فابدا ان انا اعمل لك الاختبار بتاع البرفورمانس تيست، جميل تمام، مده شهر صح، واعمله لك واسلمك، وبسلمك على احمال مختلفه. يعني المفروض على 50% تبقى 50% لود او حمل بتبقى شغاله ازاي، 75 بتبقى شغاله ازاي، 100%، واسجل لك النتائج. النتائج المفروض تكون بالظبط زي ما هي في الكتالوجات. يعني المفروض في الكتالوجات انا بقول لك انت هتشتري او هركب لك الوحده دي، لان احيانا ممكن يكون عنده مشاكل اثناء التركيبات فما ينفذش زي ما الكتاب بيقول او زي ما الكتالوج بيقول او ما الشركه المصنعه بتقول. بالظبط، ما بتصنع بالظبط. يبقى هنا بدات ان انا اتكلم الشركات المصنعه، يعني زي سيمنز، زي جنرال الكتريك وغيرها من الشركات المصنعه او اقوى الشركات في مجال المعدات. انسبكشن تيست بروتوكول، تمام، الله ينور عليك يا باشا. طيب تاني حاجه بقى، عايز الناس بتوع الكاليبريشن، الله ينور عليك، تمام. النقطة الثانية، هيكون معايا بتوع مجلس إدارة الشركة القابضة. الشركة القابضة دول اللي يبدأ يقول لي أنا عايز الأهداف الاستراتيجية. يقول لي بص بقى، إحنا عندنا أهداف استراتيجية لازم تركزوا عليها. طب إيه يا بس أو إيه يا جماعة كبار يا باشوات يا بهوات؟ قال لك والله حاجة اسمها السستينابيلتي. حد سمع عن المصطلح ده قبل كده؟ يعني في كده مصطلحات في الإدارة بتلمع كده. يعني من الحاجات اللي بتلمع كده وبيحبوا يقولوها كده، يقول لك السستينابيلتي. حتى على فكره في مجال مثلا، مصنعين القهوه الاستدامه، تمام، في مجال مصنعين القهوه، مجال الالبان، مجال تمام بالظبط، في البيم تمام بالظبط كده. الاستدامه دي يعني ايه؟ يعني انا النهارده اشتريت منك اضمن انك تديني على طول، فانا في مجال الكهرباء وزاره الكهرباء عايز منها هيكون استديم. اكتر كلمه بنسمعها اه بالظبط كده، بقت عارفين بقى ترند كده، الكي بي اي ترند كده، السستينابيلتي. اه السستينابيلتي، انت النهارده ما بتشيل المورد هيجيب لي تاني. حتى احنا مش كتير قوي لما بنيجي نعمل عن قطع غيار لمكان لماكينه او ماشين، يقول لك لا مش عارف اكمل معاك، فانا عايز اتاكد ان هو استدامه تقديم الخدمات، استدامه تقديم الحلول، طب لو في مشكله هيعمل لك سولوشن ليها، وهكذا. ان انا عندي هدف كبير قوي من اهداف الاستراتيجيه بتاعتي هو السستينابيلتي او الاستدامه. استدامه ايه؟ استدامه وصول الكهرباء للناس والخدمه انها توصل للناس. اعتقد ده هدف كبير جدا جدا ومن اهم الاهداف الاستراتيجيه لاي وزاره كهرباء لما تكون طبعا تابع الحكومه. عارفين ان بلاد زي مثلا يعني الولايات المتحده وغيرها بتجد ان الكهرباء هناك تنافسيه وشركات قطاع خاص، و وانت بتروح بقى تشوف اي شركه جنبك تجيب منها كهرباء، وقصه كده مختلفه خالص عن لذلك. هناك في تنافس في تقديم الخدمه بالنسبه للعميل او الكلاينت او الكاستمر، فده طبعا بيبقى من التنافس بيبقى فكره ثانيه. لكن في الوطن العربي عندنا دايما الحكومات هي اللي ماسكه موضوع الكهرباء على انه هو شيء استراتيجي ما ينفعش ان هو يكون عند شركات القطاع. تقليل التلوث، هدف من الاهداف اللي هو بعد بيئي، ان يكون في تقليل التلوث. تشغيل اقتصادي، تشغيل اقتصادي يعني النهارده عشان عايز في الاخر انتج كهرباء بسعر رخيص. طيب المعده كده كده شغاله، فانا لما شغاله على نص حمل ولا شغاله على حمل كامل؟ اكيد الاقتصادي واللي دايما بتقول بيه الشركات المصنعه ان كل ما بشغله على حمل كامل كل ما كان ده بالنسبه لي تشغيل اقتصادي. طب انا حاطه الوقت منين؟ في الاهداف الاستراتيجيه بتاعتي من الاول، علشان
لما يبدأ الناس اللي هم بتوع التحكم او تشغيل بيشغل وحدات الوزارة، يبدأ بمين؟ يبدأ بمين اللي هو اكثر اقتصادية، بالمحطات الجديدة، بالمحطات اللي هي مثلا الكومباين سايكل اللي هي كفاءتها عالية. ليه؟ هو عايز يوفر في فلوس فيشغلها على احمال كبيرة. ليه؟ عشان هو عايز يخدم هدف استراتيجي اسمه التشغيل الاقتصادي. كمان في هدف تاني اسمه الامن الصناعي. بالظبط، استغلال الموارد الموجوده بطريقه مناسبه. الله ينور عليك. والتشغيل هو الامن الصناعي، ان يعني مش عايزين حد يموت، يعني مش عايزين مشاكل، مش عايزين حد يبقى في حوادث كبيره. طبعا انتوا عارفين مجال البترول طبعا ومجال الطاقه، يعني حادثه حادثه حادثه، يعني مش ضحايا افراد بس، معدات كبيره جدا وقصه كبيره. فلذلك الامن الصناعي من اهم النقط اللي ممكن تكون موجوده في مشروعات الكونستراكشن، خاصه اللي في مجال الاويل اند جاز وفي مجال اليوتيلتيز زي الكهرباء وغيرها. لا، الامن الصناعي المفروض يكون هو التوب والاساس علشان حمايه الافراد اولا، هنمشيها الافراد ثم حمايه المعدات. نيجي بعد كده نقعد مع الاداره بقى. الاداره عندها اهداف كتيره، طيب لازم يقعدوا بقى ويبقى في من مصادر الاختيار. عندهم هدف اللي هو الاتاحيه. يعني ايه الاتاحيه؟ انا عندي محطه الكهرباء بتاعتي محتاج ان هي دايما تبقى متاحه. يعني ايه متاحه؟ يعني جاهزه. ببساطه كلمه اتاحيه يعني جاهزيه، انا النهارده جاهز ان انا ادخل على الشبكه. طيب مفيش استهلاك، مفيش مشكله، الله الافيلابيلتي، الله ينور عليكم، واضح ان في كهرباء كتير معانا. الافيلابيلتي او الاتاحيه احد المؤشرات الهامه جدا لمحطات التوليد. ف اهم حاجه يكون جاهز. طب انا ممكن اكون جاهز ومعايا زياده في الكهرباء، خلاص انا كمشغل جاهز، انت كتوزيع او كاستهلاك مش محتاج. دي بقى شيء تاني خالص. انا بالنسبه لي دايما بجهز شغلي. طبعا الصيانات والاعطال ممكن تعمل مشاكل كبيره جدا، عشان كده دايما بحاول ان انا اكون في اتحاد. ضمان الامان الكهربائي او الكهربي ده بيخدم بقى نقطه الامن الصناعي، ان ما يحصلش حوادث كبيره. طبعا هيكون من ضمن اهدافك التشغيليه السيفتي زي ما اتكلمنا في النقطه الاولانيه. النقطه بقى الثالثه دي مهمه قوي، ضمان الترابط الكهربائي. كان في حادثه كده قديمه كان اسمها خروج السد العالي. يعني ايه خروج السد العالي؟ السد العالي في مصر كان يعني باور كبير قوي، وكانت مصر يعني في حته عدم الفصل. برافو عليك مهندس محمد جدل. سنه 1998 ما كانش في فصل ما بين المناطق، فادى خروج السد العالي الى اهتزاز الشبكه الكهربائيه كلها، وحصل حاجه بنسميها، الله ينور عليك يا باشمهندس نجوى، حاجه اسمها بلاك ستارت. يعني ايه؟ واظلمت مصر سنه كام؟ 1998. الحمد لله استوعبنا الدرس وكان استيعاب. ومن ضمن بقى الاهداف ضمان بقى الترابط، بلاك اوت. برافو. ضمان الترابط بقى ازاي؟ ايه؟ اقدر لما حد يخرج ويبقى عندي مشكله اقدر اعمل عمليه فصل، واعمل حاجه اسمها طرح احمال حسب 24 ساعه بالظبط، طرح احمال، وابدا ان انا عندي تقسيمه في الوحده. لذلك وانت بتركب الشبكات بتاعتك وانت بتظبط شغلك، مهم جدا في الشبكه الموحده يكون عندك ضمان الترابط الكهربائي. عندك مشكله معينه تعرف تطرحها. معلش انا اسف، الناس مش متخصصه ممكن تزعل. الكلام مفهوم من الناس مش متخصصه ولا متضايقين؟ خلاص احنا هنعدي يعني. طيب تمام، الله ينور، مفهوم. تمام. لا طيب خلاص هجري بقى، هجري. طيب البيانات التاريخيه، انا هبدا اشوف والله معلومات عن الطاقه المولده اللي قبل كده وعن الطاقه المستهلكه وعن كل معلوماتي. لازم ان انا يكون عندي البيانات التاريخيه وانا جاي بعمل مؤشرات الاداء. اجري نالي كده يا باشمهندس حاج. محتاج وانا بحط هعمل حاجه ابص على مواصفات الصناعه او الستاندرد. في وزاره الكهرباء في اثنين ستاندرد مشهورين قوي، اي تريبل اي وازمي. اختصارهم امريكان سوسايتي ميكانيكال انجينيرنج، ده الجزء الميكانيكي الخاص بمحطات الكهرباء. اي تريبل اي اللي هو
انترناشونال الكتريستي الكترونيك، مش متذكر الاخيره ايه. المهم يعني دي مجموعه من الستاندردز اللي انا لازم ابص عليها وانا بشتغل عليها. في بعض المؤسسات اللي بيبقى عندها زي برضه زي ستاندرد حاجه، مؤسسه اسمها نيرك. نيرك مؤسسه بيبقى فيها مجموعه من المعادلات، ممكن تدخلوا طبعا على اللينك ده هتلاقوا، هي في شمال امريكا، هيبقى فيها مجموعه من المعادلات، الشغل الكهرباء السبيسيفيكيشن، بيعرفك حتى ازاي انك انت تعمل الكي بي ايز بتاعتك، فتشوف برضو دي بالنسبه لك ايه، حاجه زي ريفرنس. تبص على دول تانية مثلا هيئه الكهرباء فرنسا، اي دي اف، كل دي مصادر اختيار. انا بحاول اضرب لك مثل ازاي احنا لما بنيجي نشتغل وبنعمل الكي بي ايز بتاعتنا. هندسه ليلى، طيب بقى هنبدا تمرين اهو بقى. طيب بعد ما عملنا ورشه العمل وبصينا على المصادر دي كلها، بنعمل حاجه اسمها كي بي اي بالانسنج. يعني ايه بالانسنج؟ يعني توازن. انا محتاج يكون في مؤشرات ادائي زي ما عندي ليد عندي لاج. طيب مين يقول لي يعني ايه ليد ولاج؟ نسمع بقى ميكروفون شويه نغير الريتم. ايه الفرق بين الليد واللاج؟ يمكن باشمهندس احمد حد يرفع ايده، الفرق بين الليد واللاج؟ باشمهندس محمد اتفضل. تمام، ماشي سريع. مين الفرق بين الليد واللاج؟ باشمهندس محمد. ايوه باشمهندس، السلام عليكم. ايوه باشمهندس، الليدنج اللي هي الليدنج بتكون البرو اكتيف، اللي هي بتكون سابقه، اللي يعني مثلا لو عندي الكي بي ايز بيكون عندي في حاجات بتكون انا بخطط ليها علشان احقق المستهدف، فانا بنفذ اجراءات معينه، فبتكون ليدنج يعني سابقه على اللي انا يعني بحاول اوصل بيها للمستهدف نفسه. الليدنج يعني ممكن نقول ان الليدنج هي السبب. السبب نعم. اللي هي السبب. واللاجنج نعم. واللاجنج بتكون أيوة. بتكون نتائج او النتائج بعد ما بحقق المستهدف، هل انا وصلت له او لا، وبعدين ابدا اعمل تعديل وامبروفمنت اكشن، فابدا احسن في الاداء واشوف ايه اللي ممكن اعدل فيه علشان اقدر احقق التحسين. بيبقى في الليد ولا في اللاج؟ التحسين بيبقى في اللاج. لا، في الليد. التحسين بيبقى في الليد. اللاج ده اثر، ده خلاص، ده الماضي، ده اللي حصل خلاص. اللي حصل اني خسران، تعتبر ده اسمه لاج. لكن انا ممكن ان انا اظبط الحاجه اللي قبلها او المؤشر اللي قبله، عشان كده اسمه السبب والاثر. ممكن نقول تعريف تاني الليد واللاج، ان هو بنسميه نوعين، السبب والاثر، السبب او السبب والنتيجه. فانا عندي دايما لما بصحح بصححش النتيجه، بصحح ايه؟ السبب. اتفضل. هو عايزك يا باشمهندس برضه توضح لي المفهوم. انا فاهم ان انا بعدين لما باخد الاثر ده، اذا انا ما قدرتش احقق لسبب معين، بخليه بعدين هو عندي في المرحله اللي بعديها بيكون هو الليدنج. يعني انا بحسن في حصل عندي مثلا خلل في شيء معين ما قدرتش احققه لسبب معين، فبعمل له امبروفمنت واستخدمه لاجي ليدنج في المرحله اللي بعديها. صحيح؟ ماشي، تمام. هو الليدنج واللاجي نسبي، يعني الموضوع نسبي. لا. يعني حاجه بالنسبه لحاجه. يعني مثلا انا في بروسيس معينه هبقى ليدنج ليه؟ للكاستمر ساتسفاكشن، رضا العملاء. طيب نعم. في نفس الوقت هيبقى كده الكاستمر ساتسفاكشن بقى لاجنج. طب لو تقارن كاستمر ساتسفاكشن مع البروفيت او الارباح، هيبقى الكاستمر ساتسفاكشن ليد والارباح ايه؟ لاج. لاج صح. صحيح. تمام كده؟ جزاك الله خير يا باشمهندس، ربنا يبارك فيك. ربنا يكرمك. طيب مين بقى هيجاوب عندي بقى دلوقتي؟ عندنا ناحيه اليمين في جدولين، في جدول ناحيه اليمين وجدول ناحيه الشمال. اول حاجه عايزك تقول لي، اول اثنين دول مجموعه من يعني اثنين كي بي ايز. الكي بي ايز دول بيتكلموا عن السيفتي، وواحد فيهم ليد وواحد فيهم لاج. يا ترى مين فيهم الليد ومين فيهم اللاج؟ يلا نرفع ايدينا ومهندس احمد يفتح لكم المايك. عند اثنين اللي فوق اللي هم في الاندستري بتاعت الاويل اند جاز، اللي بيتكلموا بقى عن السيفتي. اتفضل يا باشمهندس. واحدة فيهم عدد الانستنس اوف نون كومبلينس،
يعني ايه از اوف مان كومبلانس؟ يعني عدم ارتداء مهمات الوقايه، مخالفات بقى بتعملها بعددها. طيب الناحيه الثانيه الفتل اكستنس، تمام، مين فيهم ليد ومين فيهم لاج؟ اتفضل يا باشمهندس عادل. تمام هندسه، الله ينور، اتفضل يا باشمهندس عادل. السلام عليكم. وعليكم السلام، ازيك يا هندسه؟ اتفضل. يخليك يا حبيبي. فيتال اكسيدنتس ده ليد. الايه؟ الفيتال اكسيدنتس. ايوه. ده ليد. لا يا هندسه، ده لاج. ده المصيبه الكبيره اللي حصلت فيتال اكسيدنتس، يعني حادثه مات فيها افراد ومعدات. معايا؟ فدي ليست حاجه، ده شيء متاخر، كان في مصيبه قبله. الناس مش ملتزمه بمهمات الوقايه، كانوا مهملين في الشغل بتاعهم، كانوا فعلشان كده لما عايز ما يحصلش حوادث فتشتغل على الانستنس فور نون كومبلنس. نمره 3 ليد امبلويز ويز كومبتنسز از ديزرت ليفل. ايه يا اندسر؟ نمره 3 دي ليد. لا احنا دلوقتي في 1 و2 يا هندسه، 1 و2 الانستنس يعتبر ليد، صح كده؟ تمام. والفيتال اكستنس تعتبر لاج. ثالثه ليد. ثالثه ليد. طيب طيب ورينا كده يا فرنسا احمد، بص لك على اول حاجه، تمام اجابه صحيحه، ماشي. طيب نيجي نشوف بعد كده، هي نسبه الامبلويز ويز كومبتنسي ديزايرد ليد ولا تريننج اورز بير فول تايم امبلوي؟ مين فيهم ليد يا جماعه؟ اللي نسبه مئويه؟ لا تمام ماشي. مين يجاوب؟ حد شاف ايده؟ طيب مهندس احمد اتفضل. هو سامعني؟ سامعين حضرتك. مهندس احمد ازيك؟ احمد طبعا بخير والله الحمد لله، ازيك يا هندسه؟ ربنا يبارك فيك، اتفضل يا فندم. انا شايف ان التريننج اورز ده سبب ان يبقى امبليوز كومبلينس، هيبقى التريننج هو السبب، الامبليو هو النتيجه. جميله تمام، الله ينور عليك، بالظبط. يبقى احنا هنا ايه، كل ما انا زودت التدريب بقى عندي ساعات تدريب اكتر، كل ما كانت كفاءه الناس وصلوا للديزاير ليفل، او يبقى لا ثلاثة لاج يا باشمهندس، ثلاثة لاج، رقم ثلاثة لاج. مهندس روماني ثلاثة اللي هي نسبة امبريز دي لاج مش ليد، دي نتيجة لتدريبك، التدريب هو اللي ايه؟ اللي ليد. تمام اكتب كده هندسة، اكتب بقى. تمام ندخل بقى على النصر الثانية، الافشنسي والافكتفنس. الافشنسي والافكتفنس كانت ملخبطة بعض الناس يا جماعه. الافكتفنس اتشيفمنت، تحقيق حاجه بصرف النظر. الافشنسي تحقيق حاجه بس دفع عشان احققها، دفعت فلوس قد ايه، استهلكت افراد قد ايه، اوتبوت على انبوت. ماشي مين يجاوب الجزء الثالث بتاع الريتيل؟ لا مفيش ليد بقى ولاج، ما عادش في ليد ولاج دلوقتي. ايه efficiency و effectiveness من new customers و new customer acquisition cost؟ من 5 و6 اختار منهم، مين فيهم efficiency ومين فيهم effectiveness؟ مفيش لاج. طيب حد اتفضل يا فندم. السلام عليكم هندسه. وعليكم السلام. مهندس مين معايا؟ وليد. مهندس وليد هندسه. حبيبي مهندس وليد ازيك؟ الحمد لله. النيو كاستمرز هيبقى ايوه هيبقى افكتفنس. تمام؟ تمام. نيو كاستمر اكويزيشن كوست ده هيبقى ايوه ده هيبقى افشنس. بالظبط. تمام. عارفين يعني نيو كاستمر، عارف يعني ايه نيو كاستمر اكويزيشن كوست؟
اللي هي يعني تكلفة الحصول على النيو كاستمرز يعني. برافو عليك. يعني انا صرفت دعايه قد ايه يعني، جبته ازاي يعني، جبته صرفت فيه فلوس قد ايه غاز مجاني. هو حاجه افيشنسي، كفاءه انك تجيب واحد. انما يعني انا جاي 10 وصارف مليون، انا ممكن يكون مصاريفي كتير قوي عشان اجيب 10 كاستمرز. انما نيو كاستمرز بتكلمك عن الكاستمرز بصرف النظر انا عملت ايه، وده مطلوب وده مطلوب. مطلوب تعرف حجم انجازك، ومطلوب تعرف كفاءه انجازك نفسها. المعنى تمام، شكرا. ده طيب مين تاني بقى يقول لي بقى؟ الكول سنتر اللي هو الجزء اللي بعده، اللي هو كول ديوريشن ونسبه دوينج ذا رايت اوبجكت. ممتاز. كول ديوريشن ونسبه الفيرست كول ريزوليوشن ريت. كول ديوريشن افكتفنس، الكول ديوريشن افكتفنس. عارف العميل في الكول سنتر هندسه؟ ايوه. يعني انت كلمت العميل، كلمت يعني زمن مكالمه العميل قد ايه معايا؟ افشنسي. افشنسي برافو عليك. هي افشنسي ايه يعني؟ انت يعني خلصت المكالمه في قد ايه؟ طب في حين بقى افكتفنس هي خليتها في قد ايه بعد الافكتفنس؟ بالظبط ده فيست كول تمام. طيب اللي بعده المانيفاكتشر، هيبقى عندنا المينتنس ريكوست كول ديوريشن افشنسي. صح، الله ينور عليك. المانيفاكتشرنج في كواليتيتيف وكوانتيتيف. كواليتيتيف وكوانتيتيف، كل ده انا هوزع، هبدا اوزع المؤشرات اللي معايا لازم تكون فيها ليد وفيها لاج، فيها كواليتيتيف فيها كوانتيتيف، علشان اكون بنظر الامور بنظره متوازنه اللي هي البالانسد. عندك نسبه المينترنس و وعدد المينترنس اللي هو ريكويست ريزولف، يعني عدد الريكويست ريزولف. مين فيهم كوانتي عدد ومين فيهم كواليتي؟ كواليتي تيم. اتفضل جالاكسي، يبقى غير اسم الهندسه تمام. بس رد دلوقتي نعرف تعرف حضرتك. اتفضل يا باشمهندس. افتح المايك، المايك اللي عندك. السلام عليكم. وعليكم السلام يا غدر، تعرف حضرتك. مهندس ابشر التاج، اهلا وسهلا بحضرتك. الله يديك العافيه. النسبه المئويه كوانتيتي. ايوه. والعدد النسبه المئويه اللي هو مينتنس ريكويست ريستورف اس اس ار اي كوانتيتي. تمام. مينتنس ريكويست ريستورف كواليتي. ايوه. لا العكس بقى، العكس. انا بقول ايه؟ الكوانتيتي هي كم كوانتيتيف، كم الريكوستز اللي هي ريزولفد، فدي حاجه كميه محسوسه. اما اقول لك نسبه فهذا كواليتيتيف يعني نوعي. كواليتيتيف يعني نوعي، لما اقول ايه 70% 60 50، فهنا كواليتيتيف هنا الجزء بتاع الريكوست. اشكر حضرتك يا فندم، اهلا وسهلا. طيب في الاديوكيشن في عندي اثنين، نسبه الايدياز امبلمنتد وعدد الايدياز اكسبريست. مين فيهم كوانتي ومين فيهم كواليتي؟ اعتقد ان هيبقى دلوقتي اجابه اسهل. مهندس مصطفى بسيوني رفع ايده من مره فاتت. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. النسبه المئويه هتبقى كواليتيتيف. برافو تمام. اللي هي الافكار، نسبه افكار اللي حصل لها امبلمنتيشن او توصيل. تمام. والكوانتيتيف اللي هي الادياز اكسبرست. ممتاز ممتاز تمام، الله ينور. شكرا. العفو. طيب يا باشمهندس احمد، بعد ما عملنا هيبقى مهندس احمد حسام معايا، ندخل بقى على الصفحه اللي بعدها. بعد ما عملنا البالانسنج ندخل في المرحله الثالثه، هي مرحله المتابعه.
متابعه الاختيار. الامر ما بيتوقفش على، عايزين بس نتكلم على نقطتين. بما انك خلاص عملت الكي بي ايز، يلا نروح بقى يا رجاله. لا مفيش كلام، عايز اقول لك ان المتابعه دي هتبقى مرحله زي مرحله تسليم البروجكت اللي هي كوميشننج مثلا. هي مرحله انك تتاكد انك اخترت الكي بي ايز الصحيحه، بلس غير مرحله المتابعه دي انك لازم كل فتره تراجع كلامك، تراجع هل الكي بي ايز شغاله لسه فاليد معايا، ولا حصل تغيرات في السوق زي ما كنا اتكلمنا على الكورونا، وان هو حصل تغيرات في الاستراتيجي بتاعت المؤسسات، فهل فعلا الكي بي ايز ما زالت هي هي ولا. طيب قبل ما ندخل في مرحله هي هي، عايزين نعمل متابعه عشان نتاكد ان المؤشرات بتاعتنا تمام تمام. اول نقطه هتاكد ازاي؟ هتبدا تراجع اول تقرير اداء، هتفاجأ ان بعض مؤشرات الاداء الرئيسيه اقل فائده، مش بتجيب الفائده المرجوه. طيب واحد من حضراتكم عمل فيديوهات على اليوتيوب وقال والله يا جماعه انا عايز اعرف عدد مشاهداتي، احط بقى ايه ده بالنسبه لي كي بي اي. لما ظهرت النتائج بتاعتنا لاحظنا ان كتير من المشاهدين كانوا بيتفرجوا 3 ثواني ويقفل، 5 ثواني ويقفل. فكونك تحسب ان الراجل ده عمل مشاهده، هو اليوتيوب هيحسبه لك مشاهده. فانت النهارده لما تقول لي ان انت شايف الفيديو بتاعك 100,000، لا الرقم ده غير طبيعي، ما بيقيسش الحاجه اللي انت عايز تقيسها. انت يا جماعه انتوا من الاخر لما تعمل مثلا فيديو على اليوتيوب او الناس اللي هم اليوتيوبر، سواء المحتوى علمي او محتوى ترفيهي وات ايفر احنا بنتكلم في ايه، هو عايز في الاخر يعرف كم واحد شافه، كم واحد عرفه. طيب فلو نص الناس اللي مكتوبين دول 3 ثواني ويقلب، زينا كده بنقعد نقلب في الموبايل بتاعنا، فانا شفت الفيديو فاتحسبت لي مشاهده، بقى انا ابقى فرحان قوي. قول يا جماعه انا اتشهرت، انا بقيت يوتيوبر مشهور. ليه يا باشا؟ انا شافني 1000 واحد. طيب طب امتى هتعرف ان الكي بي اي ده غلط؟ لما تبدا تعمل احصائيات في برامج طبعا بتعمل الاحصائيات دي. هتلاقي نفسك النتائج بتقول لك ان في مثلا 500 او 300 او 200 او 400 ما شافوش، يعني ما حدوش دي الاولى. تقوم انت تعمل ايه بقى؟ ساعتها انت لسه عايز تحقق هدفك، عرفت ان توصيف الكي بي اي بتاعك كان غلط، تقول انا مش عايز اي حد او 5 ثواني و10 ثواني. طب يا ترى يا هل ترى الزمن اللي اضمن ان الشخص ده سمع كلامي وعلى الاقل فهم منه جزء؟ فقال لك والله على الدقيقتين مثلا، خلي بالك دي حاجات دي ايه؟ اكسبيرينس مش حاجه. فقال لك والله هنحسب عدد المشاهدات لمده دقيقتين، يعني الناس على الاقل عدد الناس اللي شاهدوا مينيمم 2 مينتس. كان ممكن يخليها دقيقه، كان ممكن يخليها دقيقه ونص، كان ممكن يخليها 3 دقائق. ثم تم تعديل المؤشر. يبقى انا متابع، طلعت المؤشرات بتاعتي، فاكتشفت ان في مؤشر ما بيدينيش الصوره الحقيقيه. بنسميها فيك او ايرور كي بي اي. طب ايه اللي عرفني؟ مجموعه بيانات ثانيه عرفتني ان الكي بي اي ده لا يصلح او مش هيديني الصوره، هيخدعني وهيخدع ايه الصوره بتاعتي. طيب شنط احمد نقلب. طيب جميل قوي قوي. في ناس يا جماعه او مصنع للمصانع محتاجين نعرف في معدل التعطل، يعني ناس السنه الكهربيه اي ما بحلها اي ما بدورها ولا لا. فرحت قايل والله انا هحسب عدد ساعات التشغيل على عدد ساعات الفتره الكليه، يعني او هطرحهم واقسم على الفتره الكليه يديني معدل التعطل. جميل. زي ما قلت لكم انك بعد ما بتعمل الكي بي اي وتنفذه بتبدا تظهر عندك الاخطاء والمشاكل. طيب يا برنس الخطا هنا فين؟ يا باشا الخطا هنا اني لاحظت ان الكهرباء كانت بتقطع خارجي من بره، وان ده يا عيني
جه على الناس اللي متوسطين اللي جوه وخلى معدلاتهم سيئه اتحرموا من البونص. اذا ما ينفعش ان احنا ناخد بالكي بي اي ده. ما نعمل ايه؟ بس هنحدد ان معدل التعطل باسباب داخليه، يعني هنخرج اي حاجه اسباب خارجيه، يعني الكهرباء تقطع من بره مش هيدخل معايا، فالتعطل هتبقى موجوده بالاسباب الداخليه فقط، وهنحيد كل ما هو سبب خارجي، لان مسؤول الصيانه اللي موجودين في المكان ما لهمش اي حيله في هذا المؤشر. وهكذا بقى، اي مؤشر عندك بعد ما هتطلعه هتشوف بيحقق لك ولا لا، بيحقق لك عدد الشكاوي ولا لا، نسبه الشكاوي ولا لا، هل الشكاوي يعني مثلا ممكن نضرب مثال ثالث، وليكن انا عايز اقول عدد الشكاوى اللي بتجيني في المنتج بتاعي، فوجئت ان هناك شكاوى كيديه. عارفين كده لما حد بيحط كورس، عارفين تعرف طبعا كورسات يوديمي، بيبقى انا مثلا حطيت كورس، انا ما عنديش كورس على يوديمي بس بضرب لكم مثال، يعني زملاء كتير عندهم كورسات، بفاجئ طبعا ساعات بناس تدخل ما عند ناس منافسه ولا ما اعرفش ايه، ويكتب بقى لا الكورس سيء جدا جدا جدا، ده ما فيهوش حاجه وكده، مع ان معظم الناس قال ان هو كويس. طب جميل، السؤال، احيانا هتلاقي في بعض الشكاوى الكيديه، هل دي احطها من اسباب الشكاوى؟ واحد يقول لك اه ما تعرف يا عم عيوبك، لا ده مش عيب، ده واحد داخل خارج بره الجيم خالص، انا محتاج ان انا اعمل ريفيو على نفسي، اعمل لي ريفيو، قول لي عندك مشكله في التوصيل، عندك مشكله في السلايدز، عندك مشكله في المعلومات، في الباك جراوند، قول زي ما انت عايز مفيش اي مشكله. لكن لما واحد داخل يقول لك ما هو الكورس ده ازاي في الاكل، طيب يبقى اذا ممكن ان انا اغير الشكاوى الى الشكاوى المنطقيه واعمل لها كرايتيريا برضه عشان ما اضحكش على نفسي، اصل انا من الاخر عايز اقيس الكي بي اي عشان نفسي مش حد تاني. لذلك يعني من الحاجات اللي بتعملها مثلا بعض، يعني النهارده بقى في منتشر جدا موضوع الريفيو، ومثلا المطاعم بيبقى عليها ريفيوهات، مشكله بعض المطاعم بتزعل اول لما يتعمل لها عليها ريفيو. انا بتكلم على ريفيو ايه؟ صح، الواحد بيقول انتوا عندكم كذا كويس وعندكم كذا وحش وبيذكر الاسباب. اللي انا شايفه ان الناس دي خدمتكم، انت ليه زعلان؟ بالظبط، برافو عليك، نغير طريقه الجمع، جميل، ده احنا كمان مش ممكن نعدل الكي بي اي كمان، ده احنا نغير طريقه الحصول على الكي بي اي، بمعنى ان احنا في الشكوى نقول له في كذا ولا في كذا ولا في نحصره، بحيث ان هو يحط لنا في انهي بوينت، يعني المشكله عندك فين؟ في طريقه التقديم ولا في النظافه ولا في الاكل نفسه؟ طبعا اعلان الله ينور عليك، اعلان مش اعلان، فيدباك يا باشمهندس روماني، النقطه كمان فيدباك، بيقول لي عندي عيب، بيقول لي عندي مشكله. انا في مره من المرات كنت رايح مطعم اتاخر عليا جدا بطريقه غير طبيعيه. فالمهم كنت ماشي وانا ماشي زعلان بقول له فالمهم هو قلت له بص يا باشا انا همشي من هنا خلاص هروح، مش هجي لك تاني تقريبا، يعني انا مشكلتي انا بقول لك الحاجات دي علشان اصله بيقاوح معايا بيقول لي ما حصلش كذا، قلت له خلاص ما حصلش انت حر، انا بقول لك علشان الغلطه عندك هتتكرر تاني وتالت ورابع وكده المكان هيقفل، انا انما انا مش جاي لك تاني خلصانه يعني. بس المهم يعني الفكره هنا ان احنا بعد ما عملت المؤشرات هيبقى دايما هتبدا تعدل الوصول الى الحيط. طب النهارده ايه صفات المؤشر الجيد؟ نقلب كده مهندس حمد. مهندس حمد حسام. أول حاجة إن المؤشر يكون ريليفانت، يعني شديد الصلة. ما كنتش أنا بتكلم على الكاستمر ساتسفاكشن وأنت تحط لي مؤشر مثلا بيكلمني على البروسيس. لازم يكون بيقيس الهدف هو. رقم ثلاثة دي مهمة قوي، وضوح التعريف فيرانس. لازم التعريف يكون واضح قوي. وعايز أقول لك عايز تعمل مؤشر تمام خلي الاوبجيكتيف بتاعك واضح جدا. لازم يكون النقطه الثالثه ان يكون في بالانسد او توازن. فاي مؤشر لازم يكون اولا شديد الصله، لازم كنت عارف انت هتقيس ايه؟ هتقيس عدد
ولا هتقيس ايه بالظبط؟ والتعريف، هل انت هتاخد كل الشكاوى ولا الشكاوى الكيديه؟ هل انت اي حد هيشتكي هتحطه شكوى من عندك ولا مش هتحطه؟ اي عطل هتحسبه ولا مش هتحسبه؟ لازم كل شيء يبقى دقيق علشان لما تيجي تحسب الكي بي اي بتاعتك يكون طلع ارقام فعلا بتقيس مدى تحقيق الهدف. طيب هندخل على موضوع مهم جدا اللي هو وانا بعمل كي بي اي محتاج اعمل حاجه اسمها المستهدف. ان انا ازاي احدد المستهدف؟ وانا سؤالي بقى لحضراتكم، عايز اسمع منكم شويه كده بقى، يعني كذا واحد كده يقوم يقول لي اي مؤشر عنده في شغله ازاي بتحدد المستهدف؟ ايه فكرتك عن تحديد المستهدف؟ اللي عايز يا جماعه يرفع ايده. ازاي تحدد اي مستهدف في الدنيا؟ فكرتك ايه في البوينت انت شغال فيها؟ مهندس محمد محمود يلا اتفضل، حد يفتح له بقى. افتح المايك مهندس محمد محمود اتفضل. ايوه باشمهندس السلام عليكم. بقول لحضرتك احدد المستهدف عندي عدة عوامل، منها مثلا لو عندي بيانات موجودة من السنة اللي قبليها بكون افضل شيء وصلت ليه، وابدأ احاول احسن الاداء في السنة اللي بعديها. يعني انا عندي مثلا حاليا عدد الحوادث موجودة عندي في الهيلث اند سيفتي، او عدد مثلا ال تي ايز كانت قيمة معينة، او ال تي اي اف ار فريكونسي ريت وصل 6 مثلا السنة اللي فاتت، السنة دي هعملها 4، وبالتالي ابدا احسن في السنة اللي قبليها. اذا ما فيش عندي بيانات ممكن اخد البنش مارك الموجود في الماركت اقارن بيه، اذا ما فيش عندي بيانات لو انا هعمل الشيء ده لاول سنه. وبعض الاحيان يكون في ليجل ريكويرمنت، مثلا لو عندي في مثلا شيء بيخص وزاره البيئه في اشتراطات معينه، يكون ايميشنز بليمت معينه، فدي بحطها عندي هي الكي بي ايز، او يعني بحطها هي عندي في السنه الاولى، بعدين ابدا احسن عليها في السنوات اللي بعديها. لكن هي في اول سنه باخدها هي البنش مارك، هذه مثلا من ضمن جميل او تمام. طب لو ما عندكش بيانات سابقه تعمل ايه؟ اخد باشمهندس البيست براكتس الموجود، او افضل شيء، او بنش مارك موجود في الماركت، او اندستريال، اي اندستري شبيهه عندي. يعني اذا انا شغال في شيء من الامور البيئيه هاخد افضل شيء براكتس موجود او بنش مارك موجود. راح تمام الله ينور ممتاز كلام جيد، ربنا يحفظك يا باشمهندس. ربنا يحفظك اتفضل. مهندس محمد جد الله افتح المايك. السلام عليكم. وعليكم السلام. انا المستهدف عندي مثلا ان انا اشغل محطه كهرباء في الميعاد المحدد بتاعي، يعني كبروجكت يعني ان انا التايم كومبليشن في الوقت المحدد اللي انا محدده ان انا اشغل المحطه، وبحسبها ان انا يعني عدد المحطات اللي انا شغلتها في الوقت بالظبط، يعني على الـ على الـ على النمبر البلاند نمبر اوف اول بروجكت في السنه كلها. انا كنت محدد ان انا عايز اشغل مثلا 20 محطه، شغلت 17، بقسم ال 17 على 20 واضربها في 100 يطلع لي نسبه الـ 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 المفترض النسبه اللي انا حققتها يعني. فالمستهدف بتاعي هو عدد المحطات اللي شغلتها في التايم اون تايم يعني. تمام 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 ممتاز. ماشي اتفضل. مهندس صبحي السلام عليكم يا دكتور. عليك سلام اتفضل يا فندم. هو اساسا عشان نحدد المستهدف لازم نحدد الاهداف الاول ونعمل الخطه ونشوف احنا عايزين نوصل لايه، وبالتالي هنحقق المستهدف، نحدد المستهدف اللي هيحقق لي الهدف بتاعي. عايز مثلا وليكن اضرب لك مثال، وليكن هدف بسيط كده زي انتظام العماله في المكان، تحط مستهدف انتظامها بنسبه كام في الميه؟ يعني انتظام يعني حسب انا عايز دوران العماله عندي تبقى عامله ازاي؟ هل انا عندي كان قبل كده شورتش في دوران العماله، الناس ما بيقعدوش عندي، وبحدد هم ما بيقعدوش ليه؟ وبحقق يبقى هدفي ان النسبه بتاعتي كانت قبل كده، لو عندي نسبه قبل كده، وطبعا عشان كده انا حطيت هدف ان انا اقلل نسبه دوران العماله، فانا عندي نسبه مثلا كانت 60% مثلا او 50%،
فانا احط الهدف طبعا ان انا هوصل ل 70% السنه الجايه و 90% السنه اللي وراها. ده الاستدامه بتاعت الموضوع ان انا افضل ورا الموضوع ده. تمام الله ينور يا فندم. ماشي ربنا يبارك فيك. الله ينور. شكرا. مهندس مصطفى بسيوني. السلام عليكم. وعليكم السلام. حضرتك انا مثلا عندي مستهدف ان انا اصب مثلا في الشهر 18 بلاط مثلا. تمام. برجع للبرنامج الزمني والانتاجيه بتاعه العماله والخبرات السابقه في ان احنا نخلص في الوقت. طب ما فيش ريسك مانجمنت؟ في ريسك مانجمنت طبعا. بالظبط. تمام يعني لو ضربت الانتاجيه ممكن يكون تديني حاجه سريعه جدا. وفي الواقع العملي اول ما بدخل بقى في اختلاف ما بين فريق العمل في كده، فدي ممكن هتدخل فيها جزء الايه ريسك مانجمنت. الله ينور. تمام شكرا. انت عادل منسي صديقي العزيز اتفضل. السلام عليكم يا باشمهندس محمد. تعالى صلاه عليك يا فندم اتفضل. الله يخليك. بقول لحضرتك المستهدف لازم يكون في اول اهداف استراتيجيه للمؤسسه. يكون اهداف للادارات المختلفه طبقا لامكانيات الاداره والمهام اللي مطلوبه منها بيحدد مستهدف. تمام. مستهدف طبقا لخطه مثلا لمده سنه وينبثق منه مستهدف ممكن شهري او اسبوعي او يومي. طبقا للامكانيات والكي بي ايز اللي ممكن تقيس لي المستهدف ده خلال قد ايه؟ تعرف راي حضرتك ايه؟ تمام يا فندم الله ينور. تمام الله ينور. الخبرات انا كل ده بسمع الخبرات حضراتكم ده حاجه. الله ينور يا باشمهندس عادل. الله ينور. طيب فاضل مهندس عمر. يلا خلاص مهندس عمر ومهندس احمد اخر اثنين. اتفضل مهندس عمر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام اتفضل يا باشا مهندس عمر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الو. ايوه يا باشا مش سامعني. انا سامعك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الو. في مشكله. في مشكله عندك في السماعه مش سامع. الو. انا سامعك كويس. ايوه يا باشمهندس احنا سامعين. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام. الو. قول اكتب له اكتب له احنا سامعين. هو مش سامعنا. مش عارف نقش. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. باشمهندس هو انا شايف ان هي بترجع لقدرات المؤسسه القدرات الماليه وقدرات العاملين و التجهيزات والمعدات ولو في لو هي لو هو مصنع مثلا خطوط الانتاج المتاحه فهي دي بيتبنى عليها بعد كده المستهدف يعني الريسورس امكانياتك وقدراتك بتبقى. تمام تمام تمام. بالاضافه طبعا لتقديرك بقى الشخص تقديرك بقى تقديرك للامور وخبرتك في اداء المهام كل ما استعنت باهل الخبره كل ما كان دقتي اكتر صح كده؟ تمام تمام نعم الله ينور. تمام شكرا. العفو هندسه. اخر واحد المهندس احمد طلعت اتفضل. يا هندسه انا بس قبل ما اجاوب عندي سؤال. هو المستهدف ده المستهدف من المؤسسه ككل ولا المستهدف من الكي بي اي؟ من الكي بي اي. احنا بنتكلم على مستهدف من كل مؤشر. كل مؤشر الكي بي اي ازاي نحدده؟ ازاي نحدد مثلا الارباح بتاعتنا؟ انا عايز من السنه اكسب كام؟ ازاي نحدد النهارده انا عايز عدد الشكاوى ما يزيدش عن كام؟ لان هو مؤشر سلبي. ازاي عايز الكاستمر ساتسفاكشن ما تقلش عن كام؟ طب هي اول واحده طبعا البنش ماركينج ان احنا عندنا مرجعات سابقه نشوفها. بالظبط كده. تمام. تمام دي اول واحده. تاني واحدة مثلا ممكن نكون كاستمر نيد يعني مثلا الكاستمر محتاج مني ايه؟ ممتاز ولا... ممتاز. ايوه طالب منك نخلص له الدورين مش عارف في كام شهر
فده بالنسبه لك اصبح تارجت، مش عارف هتتصرف وتعمل له التارجت ده. تمام تمام مثلا اللي هو طلبات السوق اللي هو بيقولوا عليها ماركت ديماند، السوق طالب مني ايه، بالتالي على اساسه احدد الكي بي اي. بالظبط تمام، الله ينور الله ينور. الحاجه الرابعه الاخيره اللي ممكن مثلا الاستراتيجيكال بلان بتاعت المؤسسه نفسها. استراتيجيك بلان بتاعت المؤسسه. تمام شكرا يا هندسه، الف شكر. عفوا يا هندسه. طيب نبدا كده نشوف كده، بسم الله الرحمن الرحيم. ايه اللي كده يا مهندس احمد؟ اللي انت قلتوه، التحديات لما اجي اشتغل مع المستهدف اللي قوي اي كي بي اي او بنش مارك، اول حاجه عدم وجود معلومات تاريخيه. طب ده يجي منين؟ سبب ايه؟ اول حاجه لما تكون اول سنه في شغلك. انا واحد شغال ستارت اب، رجل اعمال وعملت شركه واول سنه اشتغل، فمش عارف التارجت قد ايه، هورد فين، كام، فيكون عندي عدم وجود على تحدي كبير جدا جدا، لان انت ما عندكش مثال سابق. طب انت برضو لما يكون عندك نظام التسجيل القديم في مشكله، ممكن يكون انا عندي شغل يعني مش اول سنه اشتغل، لكن الارقام لا يعتمد عليها، انا عندي شك منها. فهنا عدم وجود معلومات تاريخيه امر خطير واكبر التحديات للعمل مع المستهدف. فلذلك دائما البدايات بتبقى قويه جدا وبتبذل مجهود كبير. ليه؟ لعدم وجود معلومات تاريخيه. رقم اثنين، من ضمن التحديات المستهدف القليل. وانا لو عملت مستهدف قليل، طب ما انا كده شركتي خسرانه. يعني النهارده لما اقول مثلا عدد الشكاوى ما يزيدش عن 15، لا والله انت عايز يعني عدد الشكاوى ما يزيدش عن 15 معايا في في مثلا في 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 عدد يعني عدد كاستمرز مش كتير، يعني عشان بس نحكمها، لان ممكن يكون 15 رقم قليل طبعا في في في, في سايز معين من البيزنس يعني. لكن انا عايز اقول ايه، رقم 150 1000 2000 وتفر، يعني كل مكان بالنسبه لي انا حاطه قليل هنا معناه ايه؟ خلي بالك مستهدف قليل هنا لما هيكون سلبي هيبقى بالنسبه لي كتير. بمعنى ايه؟ يعني انا حاطط ان عدد الاعطال او عايز الاماكن القطع المعطله زياده، ده اسمه مستهدف قليل، مش حاطط نفسك تشالنج، وده يؤدي لخساره. ايه اسبابه؟ له اسباب كتير قوي. ممكن عدم خبرة، ممكن السبب الرابع اللي هتكلم عليه الحياز. طب خلينا بس دلوقتي بس ندخل على المستهدف. في مستهدف تالت بقى اعجازي او كبير قوي، مين يقول لي هل المستهدف الكبير الاعجازي صح ولا غلط؟ وليه غلط؟ ولو هو غلط احنا جايبينه غلط ليه؟ يعني ايه المشكله يعني اما احط حاجه يعني عشان الهمم والناس ترفع الهمم؟ اتفضل يا باشمهندس. مش هيكون في بونص للناس، ماشي، ادي احد المساوئ. مستعمل احباط، جميل جدا، ادي الاحباط، الله ينور عليك، احباط. اتفضل يا باشمهندس. السلام عليكم. عايز اشتغل حبيبي، اتفضل. الله يخليك. زي ما بنقول الهدف لازم يكون سبيسيفيك، يعني ما يبقاش هيبقى حاجه يعني لا هو كبيره قوي ما تقدرش ولا حاجه قليله قوي ما بلاش قيمه. لما اعمل مستهدف اعجازي ما مؤكد ان انا مش حق مش حق مش حق مش هحققه، ايه الفايده منه؟ ده يعني لما مش هتحققه، ما هو مش هتحققه تعمل ايه؟ هتحقق اقل، ما كده خسرانه. مش هيدي معلومه يعني صحيحه. ممكن انا امكانياتي احقق 70% ويبقى كويس جدا، لما انا احط 100% مش هوصل لها عمري. صحيح تماما، بس الله ينور عليك. رقم اربعه بقى، الانحياز اثناء وضع المستهدف.
الريسورسز الناس نقرا الناس قالت ايه بس بالشباب بسرعه كده سمارت سبيسيفيك ميجرابل اتشيفبل رياليستيك اتشوب بي اتشيفبل ممتاز. الشركه دايما تكون خسرانه سمعتها تكون سيئه ان رياليستيك بيئه العمل غير منطقيه مش سمارت ان ريزونبل هيبقى في ستريس عليهم احباط ونظره تشاؤميه تمام اذا اردت ان تطاع فامر بما يستطاع. كلام ممتاز جدا جدا. رقم أربعة بقى الانحياز أثناء وضع المستهدف. يبقى الانحياز هو والله بصوا هقول لكم يعني كان في مراجعة بتقول إيه بتقول النيجاتيف بيهيفير أنا بسميها بزوقها شوية. هو عايز يقول لك يعني إنك أنت بتعمل سلوك غير طيب بس أنا عايز أقول لك إن هو يعني في محطات توليد الكهرباء مثلا ضرب مثال يبقى علينا تارجت كل محطه ليها تارجت معين تارجت معين ان هي تفضل شغاله بنسبه معينه. طيب لما يجي يقول لك هتاخد كهرباء قد ايه هحاول ان انا اقلل على قد ما اقدر هجيب لك كل الحاجات ليه لان ده المستهدف اللي انا هتحاسب عليه اخر السنه هحاول اقنعك اني على قدي وصحتي تعبانه ومش هعرف ادي لك حاجه ده انا اخري هديك 10000 ميجا يبقى انا دايما منحاز اني احط لك مستهدف قليل ليه لان المستهدف الكبير عبء حديد انا هشيله فهنا هيكون من ضمن التحديات ان الناس اللي بتحط المستهدف عندها انحياز لان ده هيكون في الاخر عليها هي طبعا لو ده مبيعات لو ده ارباح لو ده كل ده هيبقى فيها انحياز لان انا مش عايز احط على نفسي تارجت مبيعات كبير والله اعلم هعرف احققه ولا مش هحققه فاضطر ان انا حط درجة مبيعات قليل فده اسمه الانحياز انك تحط المستهدف وانت منحاز انك تقلله لان هو بالنسبه لك ما ينفعش يكون خايف من انك ما تعرفش تحققه فيحصل عمليه البايس او الانحياز. برضو النقطه المهمه هي فرض المستهدف من الاداره العليا تحدي بدل ما الاداره العليا تشركك في المستهدف تحط لك مستهدف عليك. احيانا الاداره العليا كالعاده بتكون في برج عالي عاجي كده برج لوحدها لا هي عندها مشكله بالدرايه بالمشاكل اللي موجوده في التشغيل لا هي عندها درايه بالافراد اللي موجودين وكيفيه قيادتهم وعملهم ومهاراتهم ومستوى المهاره بتاعهم كل ده هيفرق معايا لما احط الكي بي اي. معرفتك بالواقع اللي موجود خليك تحط الكي بي اي صح. فلذلك من ضمن المشاكل ان يفرض مستهدف من الاداره العليا هيحصل هنا مشكله كبيره جدا جدا هيبقى في تحدي ان انت جاي لك من الاداره بيقول لك والله لازم نحقق مثلا مبيعات ب 200000 جنيه كالعاده طبعا كالعاده ده اللي بيحصل للاسف عشان كده مش حاجه واقعيه فبيضطر اللي تحت ان هو يلفق يستهبل يحاول يوصل للرقم بشتى الامور فدي من الامور اللي هي من التحديات. تحديد الاوزان النسبيه للمستهدف يعني ايه؟ يعني النهارده لما اكون مثلا عندي اقسام صيانه وانا مدير عام الصيانه كلها طيب اسمع الباشمهندس في النقطه ممكن كتبها الاداره عاوزه اكبر انتاج موظفين مش عاوزه تفصل المستهدف الموضوع برضه نوع من انواع الستريس ما انصعب تمام. طيب تحديد الاوزان النسبيه للمستهدف يعني انا النهارده لما اكون انا قسم صيانه كبير وتحتيه مجموعه اقسام زياره يا ترى بقى هحط المستهدف بتاعي هنا كام وهنا كام وهنا كام ووزن نسبي والله اعطال الميكانيكا مثلا ضعف اعطال الكهرباء او العكس الالكترونيات نص تلتين تحديد اوزان الحاجات الايه المهمه طبعا لازم يكون فيها عداله يكون فيها منطقيه زي ما حضرتك بتقول كده ان انا زي ان انا عندي مستهدف وابدا احط وده احيانا بيحصل مشاكل في شركات مثلا الفروع بتاعتها يعني الفروع يعني انا عندي فرع معين احط له تارجت احققه بسهوله قوي مثلا اضرب لكم مثال يعني انا اصلا من مدينه الاسماعيليه
لما يكون عندي مثلا مركز تدريب واحط تارجت لمدينه الاسماعيليه غير تارجت القاهره. القاهره عايز اقول لكم ايه فرق كبير في الكثافه السكانيه. تمام يا فشانس هديك المايك دلوقتي. في فرق كبير في الكثافه السكانيه في فلما اجي احط تارجت لمدينه الاسماعيليه لازم اخد بالي ان في فرق في الكثافه السكانيه، في فرق في شركات الكبرى اللي موجوده في القاهره مختلفه كتير عن الموجوده في مدينه الاسماعيليه او في الاقاليم. يعني معظم الشركات المالتي ناشونال الموجوده فين؟ في العاصمه. ففرق كبير هيبقى موجود. اذا لما اجي اعمل تريننج الناس اللي معاها فلوس هي اللي بتتدرب، فلازم ان انا احط الاوزان دي بعجاله علشان حتى الفروع. وده احيانا بيحصل مشكله ما بين الفروع بسبب النقطه دي، ان هو حاطط تارجت عالي لمكان اصلا انتاجي فيه صعب قوي، تحس انه بيتعب نفسه جدا عشان يحقق التارجت، في حين ان مثلا مكان تاني بيحقق التارجت بسهوله جدا لان هو كان الوزن النسبي بتاعه غير طبيعي وغير منطقي. مهندس محمد اتفضل يا فندم، افتح المنصه. السلام عليكم. اتفضل يا فندم، اتفضل حبيبي اتفضل. انا كنت شغال اول بدايه حياتي كده في شركه الكابلات المصريه، مصنع كابلات نفسه يعني بتاع الكابلات اندر جراوند. فكان كل اللود بيتحط على الصيانه ان هم اللي معطلين الانتاج. يعني لما نيجي نحط نسبه المستهدف ان الصيانه هي اللي بتوقع المصنع، يعني بتوقع الانتاج دايما. فكان ده برضو طبعا في بياس على الصيانه اللي هي اللي بتتحمل المسؤوليه كلها يعني. تحديد الاوزان النسبيه للمستهدف ده في ناس بتتظلم كتير جدا جدا، ان هي بيتحط عليها النسبه الكبيره من الـ من الـ من الانجاز يعني، وده خارج عن ارادتها يعني. تمام. فده بيكون في انحياز للطرف على طرف بصراحه. بالظبط. تمام. الله ينور. شكرا. عفوا. طيب كده عرفنا ايه التحديات. تعالى ندخل مع بعض مع مثال. واحلى حاجه ان احنا نشتغل على امثله. انت مدير تسويق لشركه بتبيع دراجات، بتبيع في السوق المحلي والعالمي. الشركه بتعتبر متوسطه في الصناعه باعتبار حجم الشركه والمبيعات، يعني هي شركه وسط لا هي صف الاول لا يعتبر الصف الثاني في الشركات المصنعه لصناعه الدراجات. بعد مراجعة الخطة الاستراتيجية قرر مجلس إدارة الشركة مراجعة حاجة اسمها الماركت شير أو مشاركة السوق. كل شركة يا جماعة بتقعد تبص الشركات الكبيرة أو بيسموه بلاير اللي هما يعني بيلعبوا في السوق يعني اللي موجودين. يعني شركة سيمنز مثلا عندها ماركت شير قد كده في السوق المصري، أو ماركت شير في السوق الألماني قد كده، أو ماركت شير في السوق الأمريكي قد كده. فهم النهاردة هم كشركة عندهم الماركت شير بتاعهم 5% او 5%. قال لك والله لا، ال 5% دول مش تمام. هو ايه اللي يخليه يقول ان ال 5% مش تمام وعايزين نراجع الموضوع؟ طيب نشوف كده مع بعض ايه الاسباب اللي خلته يعمل حاجه زي كده اللي كده يا باشمهندس. كل حاجه يا جماعه قائمه على التحليل. ما انا مش بحط التارجت كده وخلاص، لا لا لا، ده لازم احلل واعمل اناليسيس للسوق، للماركت بتاعي، لظروف العمل، لظروف التشغيل، علشان لما ابدا اشتغل ابقى عارف انا ليه غيرت وليه زودت. بالمناسبه مش لازم انا دايما ازود، ممكن في سنه زي سنه الكورونا اقل المستهدف بتاعي، ممكن انا مش بقول هتختلف من اندستري لاخرى. لو انا في اونلاين هزود كتير مبيعات الاونلاين بقى، كورسات الاونلاين بقى هي اللي شغاله، فبيئه الفيرشوال نفسها بقت بيئه خصبه وبقت اكبر، فهتلاقي ممكن يكون في يعني زياده واكستنشن كبير وجروث كبير قوي في مجال الاونلاين. ممكن في مجال في مجالات معينه مبيعات على الارض ممكن تكون قلت نتيجه المحاذير، بس عايز اقول ايه؟ اناليسيس امبلمنتيشن. بالظبط كده، انا بعمل تحليل وبعمل امبلمنتيشن للفكره دي، ايفاليوشن. بالظبط نفس الفكره، ممتاز. فتحليلك ليها هو اللي هيقول والله انا فعلا ازود التارجت ولا ما ازودش التارجت.
فهو كان في مجموعه عوامل قالت للشركه دي لا زودوا التارجت بتاعكم، مش انكم تكونوا مش 5% من السوق، لا زودوا هتبقوا اكتر من 5%. طب ايه الموضوع؟ قلت لك والله في مبادره حكوميه في البلد بتاعتنا ان احنا في المدن الكبرى ركوب الدراجات في مصر اصبح مهم في مصر. طب فين؟ فين يا باشمهندس؟ فين؟ فين بتعرف تمشي؟ رئيس نفسه اكيد طبعا طبعا تمام تمام يا فندم تمام تمام ما الطريق بقى فاضي عشان يا فندم ده احنا تمام. يبقى هنا يا باشا الله يكرمك عايزين نكمل المحاضرة. ف لا في بلاد كتيرة قوي موضوع الدرجات بقى فيها زي في اوروبا وموضوع التلوث وبقى في يعني امر اعتقد في مصر لا في مصر الدنيا ما فيش خالص الكلام ده، واعتقد في الوطن العربي كله ما فيش فكره البايسكلز او كده. وقال لك طبعا في 2020 فحصل زياده في عدد المسارات عن سنه 2019. وكمان بقى ونقطه مهمه لان انت اصلا كمان في الماركتنج بيبقى مهم قوي تشوف الجزء السوشيال الجزء الاجتماعي للكاستمر. في ماده كده في الماركتنج اسمها الكاستمر بيهيفير او كونسيومر بيهيفير، ماده مهمه قوي سلوكيات الناس وتعديلها بتبقى مهمه. يعني احنا بنتكلم عن تريننج في كونسيومر بيهيفير في سلوكيات بالظبط الناس بقى بتميل لنسبه التلوث، الناس بقى بتميل انها تمارس رياضه علشان صحتها وعلشان فبقى العجل بالنسبه لها بقى من بيهيفيرز بتاعت الكونسيومر. النهارده بقت الناس مكسله تمشي فالكونسيومر بيهيفير انهم ياخدوا كورسات اونلاين. فكل دي انت لازم تبقى بتدرس السوق وبتدرس الناس اخبارها ايه في الفتره الاخيره، فده هيكون بالنسبه لك قال لك ان في اصبحت الرياضه اكثر شعبيه بل بين ايه مش الصغيرين بس بل بين الكبار كمان. طيب نقلب باشمهندس احمد. احنا يلا نبدا بقى اربع محاور هنشتغل عليهم انتوا ذكرتوهم على فكره. المحور الاول ان انا علشان اعمل بنش مارك جديد او اعمل تارجت جديد سيتنج التارجت محتاج الاول اجيب مجموعه هيستوريكال داتا وابدا اشوف اخبارنا ايه في الخمس سنين اللي فاتوا. هنبص سنه 2015 كانت نسبتنا 5.5 في الربع الثاني 5.6 الربع الثالث 5 الربع الرابع 5 راسي كده وانا نازل في العمود في الاخر الاقي المتوسط 5.3 دي اول سنه. في 2016 علت شويه وصلت المتوسط بتاعها 6.1. في 2017 المتوسط بتاعها ما بقى يعني معناها الماركت شير بتاع شركتنا بقى 7.1. 2018 بقى 5.9 و2019 6.2 المتوسط عام 6.1. لا تجاه تارجت 5 قليل قوي معرفش كده المساله لا ما ينفعش تحط تارجت 5 6 لا. طيب يبقى اول حاجه نزلت مش طيب انا عايزكم كده تقولوا بعد ما تشوفوا الاربع افكار. طيب خلينا كده نشوف الموضوع. لو انت مكان الشركه دي هتحط متوسط تقريبا كده كام؟ يعني دلوقتي يا جماعه الاربع سنين او خمس سنين كان متوسطهم العام 6.1. ماشي نقلب كده ده المعلومات التاريخيه هيستوريكال بتاعه الشركه كماركت شير. في قسم تسويق اخر بيسوق منتج اخر بيعمل او بيسوق نفس المنتج بس بسوق مشابه لقى في سنه 2019 اللي فاتت كان متوسطه 8.4. اذا انت ممكن تشتغل ممكن تعلي الريت بتاعك تعلي الماركت شير لما قسم تسويق اخر غير قسم التسويق بتاعك عرف ينطب المنتج بتاعه من 6.1 الى كام؟ الى 8.4. يبقى بدايه انت بتبص على الهيستوريكال داتا يعني بتقول انا نفسي يا جماعه هعمل ايه؟ رقم اثنين بتبص على حاجه اسمها انترنال بنش مارك يعني معيار داخلي بتشوف معيار تاني داخلي
يعني عندي مصنع بوحدات فمسؤول عن وحده عايز يزود التارجت بتاعه، يبص لوحده ثانيه ويقول لك انا عايز اشوف النتيجه بتاعتك في اخر السنه. يبقى قسم لا داخلي عشان في نفس الاورجنايزيشن، مش ما جبتش من بره. طب انا جوه الاورجنايزيشن جبت انترنال بنش مارك، طب ايه تاني؟ ايه اللي بعملها؟ معيار خارجي، عايز اروح اشوف شركه منافسه شغاله في صناعه الدراجات، او ابدا اشوف يا جماعه الاول بيجيب كام والتاني كام والتالت كام، والناس اللي يعني البلاير دول متوسطهم قد ايه؟ يعني احنا سبعه في السوق، يعني نفترض مع بعض ان احنا سامسونج وابل شركات بقى اللي هي الايفون يعني وابو وشاومي 6 7 8 ماسكين سوق الموبايلات. فاول شركه طلع 20%، تاني شركه في الموبايلات جايبه 18، الثالثه 17. لما حطيت بقى فيها في سبعه تانيين موجودين لقيت ان المتوسط للشركات المنافسه 8%. المتوسط ده هعتبره بالنسبه لي بنش مارك داخلي. هو انا اقل منهم؟ احنا 10، انا عايز اخد نصيبي يا عم من العشرة، عايز اخد نصيبي المتوسط، مش عايز ابقى الاول، بس عايز ما اقلش عن العشر في العشر من اللي موجودين معانا. فهنا ده هيكون بنش مارك او اكسترنال بنش مارك، لكن على مستوى الناشونال او المكان بتاعي. انا عايز اشوف برضو الاكسترنال بنش مارك على المستوى الانترناشونال الخارجي. فش في الخارجي في شركه بقى واخد 30% 25 24، حطينا برضو العشرة اللي هم اللي في المجال. لا في الاخر هم شركات، يعني ايه باسمين او ثلاثه؟ نفس المستثمر لو كانت مختلفة. جميل، لو كانت مختلفة عادي. ما لو انا بشتغل بالموديل وبقارن بالموديل هيبقى خلاص كيانين. زي مثلا لو بشتغل، ما انت خلي بالك انت في الغالب بتشتغل في السيارات، مثلا صناعة السيارات بليفل معين في السيارات وبينافسوا بعض. في ليفل تاني الكاركترستيك مختلفة بينافسوا بعض، تمام. لكن نفس السيارة هيبقى واحدة بس، لكن لو هم أكتر من واحدة هيبقى إيه، هتحطهم باسمين مش باسم واحد. ما علينا، دي هتبقى أسرار أو دي هتبقى بوينت أنت هتشوفها من أثناء يعني، أو قوانين السوق هي اللي هتحكم أكتر من الكلام بتاعنا عشان نكون صادقين في النقطة دي. دي قوانين السوق نفسها هي اللي هتحكم أنت هتدخل باسم أو باسمين عشان يعني تكون الأمور دقيقة أو أكثر دقة. في الاخر بحط متوسط الشركات المنافسه. اذا انا الاول شفت الهيستوريكال داتا، بعد كده بصيت على الانترنال بنش مارك، بعد كده حطيت الاكسترنال بنش مارك. ايه المعيار الرابع بقى؟ ايه اللي بقى مثلا؟ مانت احمد؟ تمام. لا كده خلاص، معلش ماشي، نرجع هم ثلاثه بس. يبقى عندنا معيار داخلي معلومات تاريخيه ومعيار خارجي. دي بالنسبه لنا هتبقى هي النقط الرئيسيه اللي انا هشتغل عليها. نيجي بقى ندخل على فكره كيف يتم تحديد المستهدف. لما يكون عندي ليه بنصحك، انا شركه عالميه وعندي مستهدف كبير، فكرة التوزيع اللي انا كنت بكلمكم عليها والعداله، ازاي اوزع التارجت بتاعي على الاماكن. نبص كده مع بعض على نقرا بس كده اللي قدامنا. ايه شركه عالميه والله عايزين او انكريز جلوبال سيلز 10%، عايزين نزود
مبيعاتنا العالمية في 10%. هو عنده خمسة زون. الزون الأولانية الغلابة اللي هو احنا الميدل إيست، الزون الثانية يو اس يو اس اي يعني، الزون الثالثة فرنسا، الزون الرابعة انجلترا، الزون الخامسة استراليا. طيب فقال لك والله العشرة دول بدأ يحط ان الميدل إيست مستهلكين احنا هياخد ثلاثة. طيب السؤال لحضراتكم بناء على ايه؟ يعني ايه المعيار اللي ممكن شركة عالمية تحط ميدل إيست ثلاثة ومثلا اليو اس اي ثلاثة وفرنسا واحد؟ مين يقول كده؟ مين يقول ايه بناء على ايه نسبة زي دي؟ عندرات السوق كبير، عن سلاك، عدد كاستمر، احتياج، عن سكان. تمام بالظبط كده، تمام تمام، حاجات كتير اللي بتقول في الاخر. حجم السوق نفسه هي صح، حجم السوق اللي هو المستهدف. انا بنزل برودكت مستوى التعليم تمام، مستوى التعليم اللي هينعكس على الاستهلاك نفسه، طبيعه المستهلكين، الاقتصاد، فلوس مهمه، هو موضوع الاقتصاد ترند. هل الموضوع ده ترند عندهم او في اتجاه للشراء ولا 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 ايه الموضوع بالظبط؟ او يعني انت لو ملاحظه تلاقي فرنسا مش مزود كتير في المثال اللي قدامنا، فبرضه انجلترا مش مزود كتير، شرائط السوق اقبالهم على المنتج. يعني مثلا لو هنا في اقبال كبير جدا مثلا على الايفون، الايفون 12 ممكن تدور عليه في السوق تلاقيه اوت اوف ستوك. يعني اي حد عايز ايفون 12 في السعوديه ما يلاقيهوش في الاماكن العامه في الغالب يعني. فنتيجه ان السوق بيقبل عليه، وجود منافسين، منافسه مهمه قوي. ايوه بالظبط. اروح يعني هضرب لكم مثال مثلا في عالم الموبايلات، يعني في انتشار مثلا في مصر لشركه شاومي، ممكن المنتج اللي بيحتاجه شركه شاومي مش موجوده هنا، يعني ليها ما في مناطق معينه انا منتشر فيها ومناطق تانية لا. شركه من الشركات عندها انتشار رهيب في مصر والمنتج ثابت نجاح غير طبيعي، ده من ريفيوهات الناس المتخصصه، في حين في السعوديه لا. يعني في السعوديه مثلا في نقطه تانية، مع ان في نوعيات، يعني في سامسونج وفي الاوبو وفي الهواوي بالضبط. الاسبقيه ممكن عامل من العوامل اسبقيه في دخول السوق، خلاص دخل الهواوي اللي بيخدم نفس الشريحه اللي بيخدمها الشاومي فخلاص. طيب يبقى هنا اتكلمنا او شفنا النقط ايه، فبقى يقسم مثلا الميدل ليست، وبدا يقسم والله وعنده ثلاث فروع في الميدل ايست، واحد فيهم قطر، امارات، السعوديه، بدا يقسمهم بالتساوي. طبعا يعني انا مش شايف منطقيه، يعني تعداد السكان السعوديه والامارات وقطر يعني تساوي غريب شويه بالنسبه لي. انا ما اعرفش ايه المنتج اللي هم بيتكلموا عليه، انا جايبه من كي بي اي، معهد كي بي اي، بس انا يعني مش مقتنع ان في منتج هيبقى قطر تساوي فيه مع السعوديه او الامارات تساوي فيه مع السعوديه. يعني انا شايف ان الله اعلم، حاسس ان هو ايه، لكن قد يكون احنا مش بنقول حاجه معينه. نفس الكلام بقى نشوف امريكا، في شيكاغو، ديترويت، ونيويورك، باريس، بس بتروح فرنسا بتروح باريس الى اخره، وبدا توزيع الامور، وقلنا ايه هي فكره التوزيع ده. طيب هنا يا جماعه اسمها طريقه التوب داون. دي طريقه اسمها ايه؟ التوب داون، ان انا عندي تارجت كبير ببدا ان انا اكسره. ودي التوزيع اللي كان الباشمهندس بيقول لك ساعات بيحصل مشاكل في التوزيع ده. انا عندي تارجت كبير عايزين نحققه كلنا، طب بس انا عندي ثلاث فروع او اربع فروع، ازاي بتحط التارجت بتاع كل فرع وبتراعي فيه طبيعه المنافسين اللي موجودين في المكان ده، بتراعي فيه طبيعه
الكاستمر او الكونسيومر بتراعي فيه القدره بتاعت الناس اللي موجوده، كل ده انت المفروض انك بتراعيه وانت بتعمل عمليه تقسيم. دي طريقه من الطرق اللي هي طريقه تحديد المستهدفين. مهندس محمد الغندور بنفرض على السوق ربما بما يتسب وما هو قد المرأة. جميل قوي. بص بص يا باشمهندس محمد الغندور، عايزين بس اتفق على حاجه. طول ما انت بتدير تراي اند ايرور، اوعى وانت بتدير بيزنس او بتدير افراد حتى انك لازم تراجع نفسك. بنجرب، الاداره تجربه في الاخر. ايوه انا بجرب ما اراه بنسبه كبيره قوي هينجح. طب وافرض بعد ما جربت فشل او عندي مشاكل، تراجع بسرعه، جدد، عدل، غير تارجت انا حطيته غلط. زي اللي قدامكم مثلا تساوي مثلا قطر والامارات مع السعوديه، هي على حسب في لا هي بوتوم اب، هي على حسب احنا بنتكلم في ايه والفكره ازاي. فهنا دي طريقه من الطرق بتنفع مع حاجات معينه. عندي مستهدف كبير، الشركه عايزه تكسب او تكسب مليار جنيه او مليار دولار. طب المكاسب دي هتيجي على ازاي؟ ابدا اقسم مليار دولار على كل فروعي اللي موجوده في العالم. فكره موجوده. فالنقطه الله ينور عليك، الاداره تجربه، انتهت الاداره ودراسه التحليل واداره التغيير ممتاز. الاداره تجربه، محدش يعني حته المراجعه دي لازم لازم تراي اند ايرور. يعني دي من الكلمات الجميله اللي انا يعني لازلت اتذكرها لاحد محاضرين الكبار لما حضرت معاه، يعني ما انساش الكلمه دي. جماعه انا موجود؟ طيب الطريقه الثانيه يبقى اسمها ايه يا جماعه؟ توب داون. في طريقه عكسها اسمها مهندس احمد وبتقلب بوتوم اب. بوتوم اب يعني هنا جايبين مثال باقلاع طياره، عايز يحط المستهدف بتاع اقلاع الطياره. قال لك والله انا بعمل ثلاث حاجات. الثلاث حاجات دول هو الكارجو لودنج اند انلودنج، اللي هو يا جماعه اللي هو عباره عن هو بيحط الشنط والبضاعه في الطياره. فقال لك طب ده بنترجتها بقد ايه؟ قال لك ترجتها ب 10 دقائق. طب هو اصلا الكابين جرومنج 3 دقائق. طب كله كام؟ 10 دقائق. ممتاز. يبقى هنا في 10 هنا المفروض ان كده كام؟ 13 دقيقة. كابين جرومنج والكابين لودنج هيبقوا هنا هيحصلوا في 13 دقيقة. طب جميل. قال لك والله هنعمل بري فايت تشيك وفيلنج، هحط بقى الوقود والكلام ده خمس دقايق وبري فايت تشيك على خمس دقايق ب 10 دقايق. طيب جميل. قال لك والله الباسنجر هيعملوا بوردنج و 10 دقايق وهياخدوا الميل بتاعهم في خمس دقايق. فهو حدد المستهدف بتاع كل اكتيفيتي وبدا يجمعهم مع بعض. اللي هيمشي في طريق متوالي هيجمعه، واللي في طريق متوازي هياخد الاكبر. يبقى في الطريق ده اللي في طريق متوالي هيجمعه، واللي في طريق متوازي هيبدا ياخد الاكبر. فهنا مثلا هيبقى هنا المسار ده 13، المسار على الشمال خالص بتاع البضائع ده 13، المسار اللي في النص 10، 5 و5 5 توقود و5 تشيك وفحص للمعدات، و في الباسنجر او الناس تعمل بوردنج وهيبقى في جزء بتاع الميل او الوجبات والاكل وكده خمس دقائق، فكل ده يبقى 15. اذا هو حط التارجت بتاعه التيرن تايم 15 مينتس عن طريق ان هو عمل البوتوم اب من الصغير للكبير. نيجي على حاجه اسمها الثريشولدز. يعني ايه الثريشولدز؟ العتبات. بعد ما حطينا التارجت
عايزين نعرف المناطق اللي بتقع فيها نقلب يا باشمهندس احمد نقلب كده ازاي نقسم الكي بي اي بتاعي والمناطق المختلفه له. يعني النهارده يا باشمهندس انا مفروض احقق مبيعات 100,000 قطعه، لو حققت 90,000 ماله، لو حققت 80,000 ماله، لو حققت 70,000 هل الموضوع يفرق؟ قال لك والله في طرق مشهوره، هنتكلم عن الطرق الشهيره في التريشولدز او العتبات. في طريقه بتقول لك والله هو حاجتين، يا ناجح يا غير ناجح، يا نحقق المستهدف ونقول لك انت زي الفل، يا انت اقل من المستهدف. فبيجي نقول ايه؟ نحط لونين، اللون الاحمر واللون الاخضر. يعني النهارده لما اجي اقيم كي بي اي هشوف انا حققت المستهدف، اذا انت طريقك اخضر. طب انا ما حققتش المستهدف، خلاص انت في المنطقه الحمراء، في الريد زون اللي عندك فيها بروبلم، يعني لازم تاخد فيها كوركتيف اكشن او تعمل انيشيتيف مبادره في عندك بروبلم. طيب في ناس او طريقه ثانيه قال لك لا انا هخلي في عندي ثلاث مستويات او ثلاث اعتبارات. ايه اعمل ثلاث اعتبارات دول؟ قال لك والله انا هحط حاجه اسمها مستهدف او فوق المستهدف، وده هشير له بالاخضر. يعني النهارده لو انا الكاستمر ساتسفاكشن نسبتهم او 90% لغايه 100% انا فرحان وبقول محقق مستهدفي، وبقول طبعا دي الناس بونص وهزقططه. طيب هل في منطقه صفراء؟ في منطقه صفراء. يعني ايه منطقه صفراء؟ يعني منطقه مقبوله اكسبتد، هي انت مش محقق التارجت، ما كسبتنيش بس في نفس الوقت ما خسرتنيش. فلو مثلا من 80 ل 90 انت في هذه المنطقه الصفراء. كيف يتم تحديدها؟ بنفس الفكره اللي فاتت، هنبص على التحديد بتاعي بنش مارك خارجي بنش مارك داخلي، لغايه ما اقول والله المنطقه دي انا مستريح لها من 80 ل 90 انا معاك مفيش اي مشكله عندي. ثم من اقل من ال 80 لا انا وصلت دخلت في البروبلم. فعندي الطريقه الثانيه ايه؟ يبقى عندي ثلاث مناطق، منطقة متميزة، منطقة متوسطة، منطقة ايه سيئة او فيها مشاكل. منطقة او النوع الثالث من الطريقة، عارفين الناس اللي بتاخد بي ام بي بياخدوا اباف تارجت؟ هي دي. سمعت طبعا على ضبع اللي هم بتوع بي ام بي، اكيد في جمهور معانا سيرتيفايد بي ام بي او حتى ماشي في طريق البي ام بي. عاملين بي ام اي، عاملين اربع عتبات بالنسبه لها. عتبه منهم اسمها الاباف تارجت، والثانيه اسمها تارجت، وفي بلو تارجت، وفي نيدز اسسمنت. هم دول الاربع تقييمات اللي المتدرب لما بيدخل امتحان بي ام بي بياخد واحده من الاربعه دول. فنيدز اسسمنت اللي هي رقم اربعه، يعني ايه؟ يعني انت اقل كتير من المستهدف. لكن طبعا هنا هم حاطين رقم ثلاثه مقبول، لا هو طبعا في بي ام بي ثلاثه مش مقبول اللي هو بلو تارجت. لكن هنا الاختلاف اللي ما بين تقييمين بي ام اي، خلي بالكوا ده برضه بيرفورمانس، يعني تقييم الامتحانات ده يعتبر بيرفورمانس ميجرمنت. ف يعني داخل فيه الكي بي اي، عشان كده هم مقسمينها موضوع الاربع تقسيمات. فهنا النقطه الثانيه اللون الاصفر، يعني هنا بيعتبروه مقبول، المستهدف اللي هو الاخضر ان هو فوق المستهدف، يعني معناه انت الدنيا معاك زي الفل. طيب امتى يلجأوا لحاجه زي الرباعيه دي؟ مين يقول؟ يعني امتى النهارده نفكر طب ما انا في يا تارجت يا متوسط يا مقبول يا وحش، امتى الجا لفوق المستهدف؟ وجود مدى واسع للاهداف بمعنى ايه؟ يعني ايه اللي فرق؟ اقتناص فرصه. السؤال ليه بحط حاجه
ازرق غير اخضر، الاخضر خلاص انا 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 حققت اخضر. يعني ايه هدف من وضع نقطه اقول لنفسي ان فوق المستهدف؟ فين الميزه؟ موتيفيشن للتمييز ماشي، تحفيز مؤشر لأدائي ماشي، وبعدين تحسين يعني عشان أأمن نفسي يعني. جميل جميل. بونص نيو تارجت أحسن مطور. جميل. موازنة من أهداف الشهور. تمام. طبعا هحضر لكم مثال تنافسية. تمام. أعرف في الخلل؟ لا مفيش خلل، ده احنا فوق، ده احنا في ال... ده احنا ناجحين وهجيب امتياز بقى ونخش كلية الطب وكده. فهي هي الفكرة. طيب مش في يا جماعة بعض العقود بيطلب منك تنفيذ حاجة معينة في وقت معين؟ بالظبط. طب لو أنا سرعت ليك بونص، ليك انسنتف في الحاله شبه دي. انا بضرب مثال حاله شبه دي، احط لك الازرق، الاخضر مش هنخسر. يعني انت سلمت المشروع ده في 9 شهور مفيش اي بروبلم عندنا، بس لو سلمته في 7 الشركه هتكسب قد كده. حلاوه التبكير. الله ينور عليك. تمام، برافو عليك. بالظبط موجود في العقد كده وانا مقاول. طب انا مقاول لازم اعمل ايه؟ اعكس ده عند موظفيني. فهنا هيبقى هنا ضروري. وكمان الافكار اللي انت قلتوها جميله جدا، تحفيز وان يكون انا بعيد عن التارجت فبعمل لهم حافز اكبر، كل ده طبعا كل ده كلام جميل جدا جدا وكلام صح 100%. ان ايه فعلا النقطه دي، لكن عايز اقول ايه، ان نوع ده من العقود بيفرض عليك انك تحط حاجه اسمها ابر تارجت. برافو. طبعا الشركه كسبت لازم الايه الموظف يستفيد، فلازم احط له حاجه فوق المتميز بحيث هو وصل له هيوصل الشركه لفوق المتميز واحنا معاه. طيب نيجي على اخر السلايد كده ونبدا بقى نطبق بقى الكلام او نشوف مثال على الايه المؤشرات بتاعتنا. طيب بصوا كده يا جماعه على بالانس سكور كارد او بطاقات الاداء المتوازن. هنشوف كده معانا اللي هي متقسمه لاربع اقسام. لا القسم الاول بصوا كده على الرمادي، طبعا احنا حفظناه خلاص الفاينانشال. الرمادي اللي تحتيه اللي هي الكاستمرز، بعد كده الانترنال بروسيسز، بعد كده البيبل ليرنينج اند جروث، ودول اللي اسمهم الفور برسبكتيفز او الاربع مناظير بتوع مؤشرات الاداء الرئيسيه. طيب ندخل على الفاينانشال، هنلاقي ان عندي الهدف اللي انا عايز احققه في الفاينانشال، انشور فاينانشال ستابيليتي، يعني ضمان الثبات المالي. طب يا ترى ايه الكي بي اي اللي يضمن لي الثبات المالي؟ على كده ريفينيو، العائد، الاوت كم. جميل قوي. يبقى الريفينيو ده، الريفينيو ده بالمليون، انا التارجت بتاعي 10 مليون. بصيت على الاكتشوال ريزلت بتاعتي لقيتها كام؟ 10.5 مليون. طب التريشولدز بتاعتك كام؟ قال لك والله ال 10 فوقها زي الفل، من 9 ل 10 احنا في منطقه الصفراء، من اقل من 9 احنا عندنا مشكله. اذا احنا حققنا كام؟ 10.5 مليون، يبقى احنا في انهي منطقه؟ برافو، احنا في المنطقه الخضراء. ليه؟ لان احنا عدينا التارجت، بقت الريفينيو بتاعتنا اكبر من التارجت، فهنا ال 10.5 مليون بقت اكبر من التارجت، فلذلك انا حطيت لك الستيتس اهو بالايه؟ باللمبه الخضراء. الجزء اللي بعده، انا عايز او الهدف بتاعي احنا خلاص الكاستمرز، عايز امينتين هاي ليفل اوف كاستمر ساتسفاكشن، عايز احافظ على رضا العملاء. طب يا ترى ايه الكي بي اي اللي بيطبقه او بيطبقه عليه؟ قال لك البرسنتج للكاستمر ساتسفاكشن. جميل. طيب جميل، هو عندي التارجت بتاعي 80% وبدا يحط ايه؟ احنا لما نقرا يا جماعه الاول نقرا التارجت ده البلاد، ونقرا التريشولدز الحواجز بتاعتي والعتبات.
قال لك والله الاقل من 70 لون احمر، من 70 ل 80 لون اصفر يعني منطقه مقبوله، من 80 فيما فوق دي المنطقه الخضراء طريقك اخضر. طيب يبقى رضا العملاء يا شباب يا جماعه 65%، لمبه حمراء بالظبط، في مشكله كبيره قوي. جميله. دي بقى فايده الليدنج يا جماعه. فايده ايه؟ لما الكاستمر مش راضيين عنك، ممكن الشهر ده او الكوارتر ده او العام المالي ده يبقى الريفينيو بتاعك كويس، بس خلي بالك لو ما عرفتش الكاستمر ساتسفاكشن هتليد الريفينيو، ان هي الفتره الجايه هتلاقي الريفينيو النازل. ما ده مؤشر الناس مطعم، الناس بدات تشتكي منه لكن العائد بتاعه كبير. جميل. بعد كده هيبدا العائد بتاعه يقل، فهو انذار وناقوس خطر لازم تاخد بالك منه. كاستمر ساتسفاكشن اي نقطه هنا في اللمبه الحمراء بالظبط. لو كان طبعا لو كان رضا عملاء اكتر كان هيبقى المكسب اكبر بكتير من اللي هو اللي حصل ده. طب جميل، ندخل بقى على الانترنال بروسيس. انشور افيشنت برودكشن، احنا بنضمن ان في انتاج في كفاءه. فقال لك والله البرودكشن سايكل تايم يعني وقت الانتاجيه الانتاج قد كده. طب جميل، تعال نشوف نبص على التارجت. سيبكم الاكشوال الاول، التارجت بتاعنا 30. طب والتريشولدز والعتبات؟ قال لك والله اكبر من 30 زي الفل، سوري اقل من 30 زي الفل. هو دي هنا ايه؟ التايم. التايم يا جماعه يعتبر مؤشر سلبي يعني، او ترند سلبي يعني، قطبيه سلبيه. ليه؟ انا عايز التايم يقل، كل ما هنتج بزمن اقل كل ما انا كسبان. فاقل من 30 اخضر، لو 25 لو 20 لو 15، من 30 ل 35 اصفر، اكبر من 35 يعتبر ايه؟ احمر. طب هنا لقيت الاكشوال ريزلت بتاعتي كام؟ 20. ممتاز زي الفل، طريقك اخضر. يبقى البروسيس انا بعملها بكفاءه وحقق التارجت بالراحه. طب الناس بقى وتطورها اخبارها ايه؟ البيبول والليرنينج اند جروث. قال لك النهارده احنا عايزين نديفلوب الستاف كومبتنسز، يعني كفاءه الستاف بتاعي او الفريق العمل بتاعي. طيب ايه؟ يبقى هنا قال لك عدد التريننج اورز بير امبلوي، الموظف الواحد بياخد كام ساعه تدريب؟ يعني عندك 100 مدرب وانت عملت كام ساعه تدريب؟ عملت 200، يبقى التريننج بتاعي 2 الواحد. طبعا رقم قليل طبعا. طيب قال لك والله التارجت بتاعي 24، انا عايز كل واحد يكون على الاقل خد 24 تريننج كورس تريننج اورز. من 24 28 لمبه خضراء، من 20 ل 24 لمبه صفراء مقبول. ممتاز. طيب مين يفسر لي بقى اللمبه الصفراء الكتير؟ مين يفسر لي يا جماعه؟ لو انتوا واخدين بالكم من 20 ل 24 لمبه صفراء، من 28 ل 32 لمبه حمراء، اكبر من 32 لمبه حمراء، ازاي الكلام ده؟ مين يقول؟ ممتاز مهندس روماني، هبدا تدريب الناس هيحسن رضا العملاء. الله ينور عليك، عشان كده بنقول الموضوع من تحت لفوق. برافو عليك، 32 هيزود انت هدر اموال، برافو عليك يا جاب الصدق، ممتاز. تضيع وقت، ايوه الموضوع اللي هو يعني احنا مش هنقعد طول النهار نتدرب بقى. لسه شايف سي في لحد؟ مثال كده هتشوفه بالظبط، شايف سي في لحد حاطط التريننج كورس بتاعته؟ اولا كان حد ده، الحد ده حديث تخرج ولسه بدايه، وحاطط لك مثلا يجي 20 دوره تدريبيه. بصراحه انا لو هبص على السي في ده هزار، 20 دوره تدريبيه ايه اللي عشان؟ طبعا تدريبات الدوره التدريبيه بقى تجميع التيم، تيم ايه؟ ما انت لسه ما شفتش الحياه اصلا، او ما شفتش الحياه اللي موجود. فانا عايز اقول ايه؟ كتر الدورات كده بتضيع وقتك. فانت بتشوف اللي انت محتاج له واللي الفريق محتاج له، ولو زودت لا ده ممكن يكون في خساره. عشان كده حط في التري شولدرز لو اكتر منه من 28 لا ده في مشكله. حط طبيعي هو التارجت من 24 28، ولو زاد يبقى تضييع وقت وهدر اموال، فده كان في المشكله. طيب
النهارده اتكلمنا عن المستهدف واتكلمنا ازاي نحدد المستهدف من خلال الانترنال في الاكسترنال، ازاي نحدد العتبات بتاعتنا ونشتغل عليها من خلال ما يسمى بالثريشولدز، واتكلمنا كمان عن ازاي نعمل بوتوم اب استيميتنج وكمان توب داون استيميتنج، ان احنا عايزين نعمل المستهدف بتاعنا من فوق لتحت ومن تحت لفوق. طيب المحاضره الجايه ان شاء الله ربنا كتب لنا في العمر بقيه هنتكلم عن نقطتين مهمين قوي، الكاسكيدنج للكي بي ايز. يعني ايه كاسكيدنج؟ لما انت تكون في شركه وعايز تنزل الكي بي ايز للاقسام بتاعتك، يا ترى تنزلها ازاي؟ النقطه الثانيه ازاي نعمل فيجواليزيشن. يعني ايه فيجواليزيشن؟ يعني ازاي نمثل، وده صعب مش صعب، المهم هنتعلمه مع بعض.